سروب اسود عرضية المرة دي. ايزي ايميكا رغم انها بقلشة لكن تمركزه جيد ويكمل عليها حمادة. المصري محتاج يظبط زوايا ويظبط اتجاهات لان بيراميدز ضاغط بطول وبعرض الملعب، وحتى الان قريب جدا جدا من الوصول الى هدف المبادرة. صحيح النادي المصري كان ممكن يخطف كرتين لكن الأفضلية الحقيقية والكروية لبيراميدز، وادي رأسية، جول 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 جول. لم ينتظر الكونغولي نهاية الشوط الأول. فيستون بضربة رأسية وعرضية نموذجية لا تصد ولا ترد علشان بيراميدز يكلل الكلام اللي كنت لسه بقوله لحضراتكم بالتقدم بهدف ماركة الكونغولي. فاستون مايلي، بصوا الشيبي وجمال الشيبي، كرة ملفوفة لفت جاتوه ودي ما ترجعش طبعا، حطها بضربة راسية في الزاوية السفلية على شمال عصام علشان يترجم كل الكلام. فيستون مايلي ويتقدم لبيراميدز أصدقائي في الدقيقة الثانية بلس 45، 1-0 والكرة ما بتكدبش والمؤشرات والمقدمات دايما بتؤدي إلى نتائج.